مساء الليل، ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش دعمي بلايك والشير للمقاطع بتاعتي، وتحت في صندوق الوصف كل مواقع التواصل الخاصة بيا وجروب التليجرام اللي دايما بتواصل معاه فيكم. انا احمد، صح؟ كنت قاعد بتغدى في مطعم، جو كان حلو. كنت قاعد بفكر في اللي حصل في الليلة اللي فاتت، وان دي بداية ايام صعبة وثقيلة لازم اخلي بالي منها كويس، لازم اكون صاحي واستحملها، لان قداميش حل تاني غير كده. دول 30 ليلة. هنا وقعت الشوكة مني تحت الطاولة، عادي وطيت اجيبها. بس لما وطيت اجيبها شفت حاجة غريبة، شفت رجلين قدامي زي ما يكون في حد قاعد على الكرسي اللي قدامي، وده رجليه، كانت رجلين مش بشرية. في الحقيقة انا قلقت، او بمعنى اصح نكون واقعين، انا خفت لدرجة ان رفعت راسي بسرعة. مع رفعة راسي دي خبطت في الترابيزة وبصيت قدامي مفيش حد. نزلت ابص تاني تحت، كانش في حاجة. المتر جالي، مستغرب من صوت الخبطة اللي كانت عالية، بس مباشرة طلبت منه ان يغير الشوكة ديت وبس. بس قعدت افكر في حاجة، ده معناه ان هم هنا بيعرفوني ان هم هنا. بس انا كان بالنسبة لي عادي، ما انا عارف، كنت بقول لنفسي كده خلاص، يعني هعمل ايه. خلصت اكل وشربت القهوة وطلعت اتمشى في الشارع بالعربية شوية، مكانش ورايا حاجة. كنت سرحان بفكر في كذا حاجة وفي كذا موضوع، لما بدأت اسمع صوت زي ما يكون صوت حد ورايا في الكنبة اللي ورا، صوت حد بيتوجع او بيئن. كان صوت غريب. كل بساطة فتحت الشباك وطنشت، ما انا عارف اللي فيها. الصوت علي، طنشت ومديت ايدي شغلت القرآن اللي نهى الصوت لغاية ما وصلت البيت. طلعت خدت دش وشغلت التلفزيون. بعد شوية سمعت صوت خطوات مع ريحة لافندر، ودخلت وهج. وهج لما دخلت كانت متألقة بصراحة، كانت زي الوهج، كانت اسم على مسمى، كانت فعلا وهج. وقعدت مبتسمة وابتسمت لها وقالت وحيد شريد طريد. فضحكت وقلت لها وحيد دي صح. بس هنا لفت عينيها حواليا وقالت احبابك كتير موجودين في كل مكان، دول طلعوا اول ما دخلت انا بس راجعين تاني. كنت عارف ان اللي هي بتقول ايه، فابتسمت وقلت لها ما هو انا كده طارد للحلوين، وغمست لها فضحكت، ضحكت بصوت عالي رجل البيت، وكملت تحب افضل معاك هنا، وكملت انا قصدي لغايه سندس ما ترجع. وشاورت لها قلت لها لا تسلميلي، سابتني ومشيت. قعدت اخلص كام حاجه عندي ونزلت بعد كده الجيم، وبعد كده عديت على الكافيه اللي انا بحب اقعد فيه، كافيه هادي مبيبقاش فيه حد كتير، وطلبت قهوه. وبديت اوطي افتح شنطتي اطلع منها السجاير، واتعدلت لما شفتها قدامي، فستان احمر وشعر احمر نازل على العين، روج احمر، شريطه سودا حرير على الرقبه بدبوس ذهبي، وعلى الشريط من الناحية التانية وردة جوري حمرة كبيرة، شعرها مغطي ودانها وابتسامة ذهبية، لوحة من لوحات فان جوخ قدامي أو ديفينشي، أو لوحة خارجة من التاريخ. كانت ليدي. كنت ساكت لأني عرفت إنها منهم، لما قالت لي بهدوء لوحدك برضو. هنا رديت بكل هدوء وانا برجع لورا، ايوه
انا كنت بحاول اتماسك وبصيت حواليا مفيش غير طاولتين بس هما الموجودين. في طاولة عليها شاب وبنت بيرغوا وبعدهم اخر الركن كان فيه بنتين فاتحين اللابتوبات وشغالين واضاءة واطية في الكافيه لما قالت قوم معايا يا احمد. انا كنت عارف ان ما ينفعش ارفض. لما قمت ونزلت وطلعت من باب الكافيه لقيتها واقفة برا، الجو ليل ومطر خفيف. هنا لفت حواليا وفي ثانية لقيت نفسي في صحراء مع صداع، وقدامي بيت صغير خشب قديم وأرض فاضية وهوا سخن. ابتسمت لما سألتها انت مين وقالت أنا لقيس. هنا رجع بيا الزمن لورا لورا كتير، لكهف الجن، لمخطوطات إبليس. لقيس ده اسم بيطلق على شيطانة الشهوة والأنوثة، وياما تحذرت منها كتير. حذرتني سندس من نعومتها اللي زي التعابين، وكنت عارف علامتها زهرة الجوري، بس ما توقعتش ان ممكن في يوم من الايام انها تجيلي انا. دي في سابع ارض، ارض اللعنة، ودي امبراطورة الشهوة والفتنة. ليه انا لما سمعتها بتقول ايوة اخترتك تكون شريكي، انت اللي عديت ومعاك الاذن، محتاجة حد في قوتك يقدر يتنقل بين العالمين ويواجه قوى الظلام وما يخافش. بصراحة لما بصيتلها لقيت ابتسامتها ساحرة مذيبة. هنا بديت افتكر صوت سندس بيرن في وداني، ابعد عن عينيها احمد. فعلا عينيها كانت بتسحر. وطيت راسي مباشرة، قلت لها انت عارفة اني ما بتدخلش ولا ليا في الكلام ده. فضحكت وفتحت باب البيت وقالت تعالى، ولا انت خايف من غيرها؟ بصراحة هنا استفزت غروري وكبريائي، فما كانش هممني حاجة ولا كنت في دماغي ايه اللي ممكن يكون جوه البيت. فدخلت البيت القديم، سكوه من جوه ما كانش قديم، كان شيك جدا. سجادة حمراء فخمة جدا على الأرض، مكتب كلاسيكي مذهب كله شيك جدا، كرسيين قدامه أسود في أحمر، شمعدان سباعي فيه شمعة، مراية بحجم كبير بإطار مذهب على الناحية الشمال، أباجورها نورها واطي في ركن على عمود، مخطوطات وكتب ورا المكتب في رفوف شيك جدا. اللي لفت انتباهي كتاب مفتوح ضخم على المكتب اللي كان مصنوع من خشب الجوز. قدام المكتب كان قدام الكرسيين في ترابيزة، الترابيزة دي كان عليها مادة حمراء في كاسين ذهب على صينية ذهب. الطاولة صغيرة، لون الطاولة أحمر بست أرجل على شكل نجمة. أقعد. قعدت. لما قعدت فستانها كشف أكتر من الخبة، بس قعدت. مدت إيدها اشرب. ابتسمت ورفضت، قلت لها مش عايز اشرب. انت عايز ايه لقيس؟ انت عارف عايز ايه، انت عارف سنين عايز اوصلك، بس هي منع اي حد يوصلك، وجا الوقت اللي كلنا نستفيد صح. مش عارف ليه لا اراديا هزيت راسي بالموافقة، بس انا فسرتها بعد كده انها كنت في مرحلة من الاستحواذ اللي بدأت. فابتسمت وقالت شوف احمد، قدامك خيارين، كنز ملوش حدود هيعيشك قرون من الراحة، واوعدك ان روحك بعد كده هتفضل معانا ما تقلقش. القرار التاني انك تعيش في عذاب ابدي ملاحق شريط طريد وحيد. كنت بسمع بس مكنتش مركز، لأن فكري كان في المخطوطة اللي على المكتب دي، وجودها مش صدفة. العالم ده ما عندوش حاجة صدفة، مفيش حاجة صدفة عندهم، وأنا متأكد من كده. فعلا قامت ولفت زي ما تكون قارت دماغي، ووقفت ورا المكتب ومسكت المخطوطة. تعرف دي ايه؟ لا إراديا أنا مديت إيدي لمستها، وأول ما لمستها
شفت نور شع بدأ يشع في المخطوطة زي الذهب، وشفت ابتسامة الشغف والنصر في عينيها. قضيت شفايفي، استعجلت، بقول في نفسي أنا غلطان إني مديت إيدي، بقول لنفسي. لما قلت لها لا معرفش، هنا ضحكت ضحكة هزت الأوضة وقالت كذاب، المخطوطة عرفتك أحمد، أنت فاكرني بشرية أقتنع بكلامك الفاضي ده؟ وبدأت عينيها تحمر وصوتها يخشن. هنا رجع بيا الزمن لليلة من الليالي كنت في كهف الجن، لما قالت لي سندس أنا هوريك حاجة محدش شافها قبل كده. خدتني أوضة فاضية، الأوضة كانت ضخمة جدا كلها من الخشب الأسود، ضخمة كبيرة فاضية ما عدا مكتب أسود في النص حواليه شمعدانين فيهم شمع، والشمعدانات كانت ضخمة. وحوالين المكتب لفت وقربت وشاورت لي تعالى، ووقفت قدام المخطوطة دي اللي كانت ضخمة وبدت تتكلم. انت عارف دي ايه؟ هنا هزيت كتف اني لا، ما انا مش عارف كل حاجة. فابتسمت وقالت دي مخطوطة ابليس. هنا استغربت من الكلمة، قلت لها يعني ايه؟ هنا راحت فاتحة المخطوطة الضخمة وشاورت على صفحات في النص مكتوبة باللغة البابلية، ما كنتش فاهم منها حاجة، وبدأت تقرأ وتترجم. عندما يجيء اليوم سيقف الطريد على أرض الربوة الملعونة حامل رمز الحياة، لينطلق شيطان الشر بكل قوته، ليخضع له من في جميع الأراضي الملعونة. وقتما ينطلق البوق فلا إيقاف له أبدا، فيضع حدا للقوة فلا تسمح له، بل خذ الرمز واعقد عقد الأبدية من إلهك إله الشر والظلام. كلام كتير بعد كده. بعد ما خلصت قلت لها أنا مش فاهم حاجة. هنا بدأت تتكلم بطريقتها الهادية وقالت دي مخطوطة عهود إبليس اللي فيها السيطرة على جميع الجن الكافر في العالم أو الشياطين بمعنى أصح وإخضاعه، ودي من آلاف السنين خطة أحمد. أنا قلت لها طيب وأنا مالي؟ بصت لي وابتسمت وقالت المخطوطة دي ليها ثلاث مفاتيح، اللي يقدر يوصل للمفاتيح الثلاثة للمخطوطة يقدر يسيطر ويطلق قوى الشر، وده مطلب السحرة والكهنة خلال آلاف السنين. وفعلا تم العثور على مفتاحين من الثلاثة. قلت لها طب أنا مالي مال كل ده؟ قالت لي ناقص الطريد، وشاورت عليا. بصيت لها قلت لها طريد أنا يعني؟ ردت أيوه. هنا ضحكت لها فقلت لها طريد ازاي؟ مفتاح ازاي؟ فابتسمت وكملت وقالت طريد الجن انت، وانت المفتاح التالت. هنا هزت لها دماغي ان الكلام ده مش صحيح، الكلام ده ممكن اسمعه في فيلم، ممكن اسمعه اقراه في قصة. هنا ابتسمت وقالت انا هأكد لك الكلام، المخطوطة دي متلصمة بالمفتاح وهي هتتعرف على المفتاح. كانت ماسكة المخطوطة بإيديها وحطيتها على المكتب وقالت مد إيدك عليها أحمد. هنا أنا كنت واقف، المخطوطة كانت على شمالي من الناحية التانية، فمديت إيدي باستغراب. أنا كنت واخد الموضوع كله تهريج لما لقيت المخطوطة شاعت بنور زي الذهب، لدرجة إني خفت وسحبت إيدي وبصيت لسندس اللي قالت ما تخافش. فمديت إيدي تاني فلمعت أطراف المخطوطة زي النار كلها، زي ما تكون المخطوطة ولعت. هنا قالت سندس المخطوطة عرفتك، أنت المفتاح. قلت لها بس أنا معرفش حاجة. هنا راحت معاداني قدامه وقالت لي احفظ الكلمات دي. قعدت تكرر عليا خمس كلمات، كانوا كلمات صعبين لأني مش بالعربي، وقعدت فترة طويلة أكتر من ثلاث ساعات معاها لغاية ما حفظتهم أو بمعنى صح شربتهم. وقالت دول من سر الأسرار، ملهمش قيمة
مع حد غيرك ومحدش يعرفهم غيري وغيرك. وعايز اقول لك حاجة احمد، انت لو في يوم اتحطيت في موقف اختيار بين فتح المخطوطة او حياتك وسكتت شوية وكملت، اوه احمد تفتحها، الشر اللي فيها محدش يقدر يسيطر عليه، فاهم؟ في اللحظة دي صحيت على صوت لقيس وهي بتقول لي انت سمعني احمد؟ بصت لها كانت عينيها ناعمة زي التعبان، كانت عينيها مغرية، وكنت بديت احس بزي ابر في ظهري ضايقتني. قلت لها بص لقيس، لو انت عارفاني كويس فانت عارف ان انا ما بتهددش، وان هنا قطعتني وقالت مين هددك؟ بالعكس انا عايزاك بكامل ارادتك، كل ما في الامر هتفضل هنا لغاية ما تقرر. وضحكت وقالت وطبعا قدامك شهر على ما تطلع، هنشوف وقتها انت هنا ولا ايه. كان واضح انها مستموتة على المخطوطة وان مفيش داعي اقومها، لقيس قوية مش هينة، والشوك اللي حاسس فيه في ظهري منها ده معناه انها بتستحوذ عليا، وانا فاهم وهي فاكرة اني مش فاهم. قمت ووقفت وقلت لها لا لقيس هرجع مش هقعد. هنا بدأت تركز عليا اكتر واكتر، وظهري بدأ يتعب، وبدأ الشوك او الابر تضرب في ظهري وتطلع على رقبتي، بس بديت اردد كلمات الصعود اللي كانت سندس محفظها لي. ايه هي ما كانتش عارفة ان انا اقدر اطلع لوحدي. وبديت احس بدخول الدوامة لما سمعت صرختها حقير مش هسيبك. في لحظة سمعت كلمة تشرب حاجة تاني، كان صوت بيكلمني. رقت عيني وبصيت حواليا، انا في نفس الكافيه، نفس الطاولات، نفس الناس، قدامي فنجان القهوة بارد والمتر واقف مستغرب وكمل. انت ما شربتش قهوتك وبردت، تحب اجيب لك حاجة غيرها؟ كان في وجع في ظهري فقلت له ايوه هات قهوة ومشي. هنا انا اتجننت، قعدت افكر ايه اللي حصل، ايه الحلم الغريب ده، مش معنى احلم بلقيس بالذات. بس بيني وبينكم انا حمدت ربنا انه كان مجرد حلم يقظة مخيف. فتحت شنطتي اجيب السجاير، لما ايدي وقفت جوه الشنطة اني مسكت حاجة طرية طلعتها وقعدت ابص فيها باستغراب في الحاجة اللي طلعت في ايدي ديت، لان في حقيقة الامر اللي طلع دوت كانت وردة جوري حمراء كبيرة على الطاولة قدامي. هنا انا عرفت الاشارة، ده ما كانش حلم، ده فعلا كان استحواذ. قدرت اعدي الليلة، ودي الليلة التانية، ودي اشارة منها ان لسه في لقاء تاني معاها. حمدت ربنا ان انا عديت اليوم التاني، كنت بدعي ان انا اقدر اصمد للاخر. اتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، اشوف رأيكم تحت في الكومنتات. شكرا لكم، مع السلامة.